السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى عملية ياتي كما يسر لك معرفة البجارين كده من خبر سورة الملك النون دان سورة يأتو الحق هاري كيامة مدهان كده دفت ممحمي ياتينا دان دفت منجمعكان سورة الحق نانتي ikut bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawul. Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر وجها وبصيرا ولقد زينا السماء الدنيا بمسوبها وجعلناها رجوما للساتين وقرارهم وجاب السعير وللذين كفروا بربهم مجاب جهنم بئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لا شيئا ويتفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم وجنت ولم ياتكم نذير قولوا ولا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل من شأن أنتم إلا بضلال كبير وقولوا لو كنا نسمع ونكر ما كنا في أصحاب السعير فاقترفوا بجنبهم فسكوا من أصحاب السعير الذين يسعون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور لا يقرأ من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء يسبكم الأرض فإذا تمر أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حسوا فستظلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ألم يروا إلى الطير فوقكم صفات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن الكافرون إلا في غرور من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه والذي في وجوه نفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل والذي أنزلكم لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل والذي ذرأكم في الأرض وإليه تسألون فكل متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولما رأوا شلفة زياد وجوه الذين كفروا وكلا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله وما يهرب منا فما يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وإليه توكلنا فسنعلمون في ضلال مبين قل أرأيتم إن أشبه ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون إن لك لأخلوق عظيم فستبشروا ويبشرون بأيكم المبتون إن ربك وأعلم من ضل عن سبيل وأعلم المهتدين ولا تطع المكذبين وهدوا له جوهرهم ولا تطع كل حلاف مهين أما جم مسائم بنميم منع للغير مغتر أثيم أتل بعد ذلك ثنين أن كان زمال وبنين يا تلا عليها يا تلا قل ساتير أولين يلسمه على الهرتوم منا بلونا كما بلونا أصحاب الجنة إذ تقسموا ليسلمنا مشبهين لا يستثنون فتوب عليها تويب من ربك وهم نائمون فأصبحت كالسورهم فتنادها مشبهين أن يهدوا لأرسكم من كنتم سورهم فانطلقوا وهم يتغفتون لا يدولن لملككم مسكين وقلهم على أرض قادرين فلما رأوا قلوا إنا لدولون بل نحن مهرون ولو ستم لما كلكم لولا تسبحون قل سبحان ربنا إنا كنا جولين فقال وقتهم على بكر يتلاومون قل يا ولنا إنا كنا توقين أسى ربنا إبدلنا خيرا منا إنا إلى ربنا راجعون
ذلك العذاب والعذاب الآخر أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفرج المسلمين كالمجرمين ولكم كيف تكفرون أم لكم كتاب فيه تدرسون ولكم فيه لما تغيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تكفرون سلهم أيهم بذلك جميعا أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء من كانوا صادقين يوم يكسب عن ساكن وإلى السجود فلا يستطيعون وصية بشرهم تركهم جلا وقد كانوا إلى السجود وهم سالمون فذرني وما يكذب بهذا الحديث سنسترجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مشكورون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لأنفر بك لا تكن كصاحب الحوت إثنى له مهجور لولا أن تدارك نعمة من ربي لجب إلى روح مسمون فجتباه رب فجره من السولين وإن يكاد الذين كفروا ليشركونك بأبصارهم لم الذكر ويكون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقرية فأما ثمود فأهلكوا بالطغيان ما عدم بولك برين سرسر آتيا تخبر عليهم سوى ليال وثمانية أيام نجوما فترى القوم في أسرى كأنهم أعجاز نار أويا فهل ترى لهم من باقيا وجاء فرعون ومن قبله والمكتفكات بالأوتيا فأسوا رسول ربهم فوجا وجتروا بها لما تقول ما ومناكم في الجارية نجعلكم تذكيرة وتحيا وجنوها أيهم فإذا نفي في سور نفت واحدة وملت الأرض والجبال فدكت النكة واحدة ويوم يجمع قوت الواقعة وانسكت السماء فيوم جمعها والملك ولا أرجائها يحمل أسر بها فقم يوم جن سمانيا يوم جن تقرون لا تبى منكم وفيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول أمكر كتابها نجن أنت أني ولكن سابها فهو في ستر رودي في جنة عليها كتب ودارها قل واتركوا نيام بما اسلمتم في الايام الاولياء واما من اوتى كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم اوتى كتابي وما ادري ما حسابي يا ليتها كانت الكوريا ما امناني مالي على كني سلطانيا وجوب كل ثم الجحيم سل ثم في سلسله دروا سبب نزلوا انفسهم وكان لا يؤمن بالله العظيم لا يود ولا طعام المسكين ليس له اليوم نعمل ولا تؤمن إلا من قسرين لا يأكله إلا الأوسيون ولا كنتم ما تبشرون وما لا تبشرون إنه لقول رسول كريم وبقول سائر قليلا ما تؤمنون بقول كائن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول بغض لقول لسنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ومنكم من أهل النار المناجين وإنه لتذكرة للمتقين فإنا لا يقنونكم مكذبين فإنه لا تذكرون للكافرين وإنه لا كل كين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جهنم الله يما في ناسر يما في نايم الحق والقيامة ما الحق أبكار كيامن إيكو وما أدروك ما الحق لن توقع كام أبكار كيامن إيكو كذبت ثمود وعاد بالقرآن قوم ثمود آتيا من رستاكن هاري كيامان وما سمد بولك بالتوكيا ما كعجبون كوم سمد زرا ما كعجبون كوم سمد مريكا تراجي بنا ساكن لنا سوارا يان سامد كراج وما أعلم بولك بلهن سرسر آتيان إذن كان كوم آت ملك التلاجيز
misakan dengan angin taufan yang sangat dingin. Sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin taufan yang sangat dingin. Sakhoroha alaihim sabah layalin wasamaniyat ayamin usuman batarakum biaswakan nama jajmin obyang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong ataupun rapuh. Fahal taro lahum min bakia, maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Wajah Fir'aun wa man qablahu wal muktafikatu bil utiyah. Kemudian datang kaum. Kemudian wajah Fir'aun wa man qablahu wal muktafikatu bil utiyah. Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan pendahulu negeri-negeri yang kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Fa'asaw rasulah rabbahum fawajahum fawajatar rabbiya. Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Dengan siksaan yang sangat keras. Dengan siksaan yang sangat keras. Nalamma tukul mauhamallakum bijariyang. Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
نجلها لكم تذكرة وتأيها أجنوا هيا أغرقا من جديكا بريستي وإيتو سيبا غي فرغاتا وغيكا مودا أغر لبر لدغر لبر أديكا ولتلينا يان مومن لنار ويا إجان بيو بسور نبوت واحدا maka apabila sangkakala ditiup, ekali tiupan, wahumilatil ardu wal jibalu padukatan rakatan wahilan, dan diangkatlah bumi, dan diangkatlah bumi, dan gunung-gunung, lalu dibenturkan, keduanya sekali benturan. Fayawma izin waqatil waqi'ah, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Wansakotis sama upaya wajim, wansakotis sama upaya yawma izin wahyam. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arasi singgasana Tuhannya di aras kepala di atas kepala mereka. Yauma izin tukruduna la tabqa minkum khafiyan. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaquluha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah bacalah kitabku ini. Ini jonan Tuhan ini mulakin hisabiyah. Ini jonan Tuhan ini mulakin hisabiyah. Sejungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Bahwa pisatir rodia, maka orang itu berada di dalam kehidupan yang diridohi. Di jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi. Kutubuha daniyah, buah-buahannya dekat. Kulu wasrobu aniyam mimaslam tumpil ayyamil uliyam. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Wa amma man utiya kitabahu bisimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang-orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adari ma'isabiyah, hingga aku tidak mengetahui
bagaimana perhitunganku. Ya laitaha kanatil kodia, wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Makna anni malia, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Halakani sultunya, kekuasaanku telah hilang dariku. Wujuhu pagulung, Allah berfirman, tangkaplah dia lalu berenggulah tangannya ke lehernya. Rumah jahim asollu, kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Rumah bisisilah tindar masabahuna jiruhan paslukum. Kemudian beritlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Wala yahuddu wala tu'amil miskin. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Walaisa lahul yawma huna hamim. Maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya. Wala tu'amun illa min ghislin. Dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. La yakuluhu illa al-hoti'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Wala uqsimu bima tubashirun. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat. Wa ma la tubashirun. Dan demi apa yang tidak kamu lihat. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya ya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada rasul yang mulia. Wama huwa biqawli sa'ir qalilam ma tu'minun. Dan ya Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Wala biqawli kahin qalilam ma tadakkarun. Dan bukan pula perkataan tukang tenung sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Tanzilu min Rabbil alamin. Ya Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Dan sekiranya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, ya akhwasna minhu bil yamin. Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Summa laqatna minhul watin. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Fama minkum min adin anhu hajidin. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
وإنا لنعلم أن منكم مكذبين تمسكم بنيك من تهوي بهو لأن ترك مؤاد أوران يوم من رشتاكان وإنه لحسرة على الكافرين لن سنغو القرآن إذ آكان من بلكان في نسالان بل أوران أوران كافر أهيرا وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين لن سمو القرآن إذك بنارا يقين كان فسبح باسم ربك العظيم Akar bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Agung. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.